بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل، هنبدأ نتعامل دلوقتي مع الريجسترات بتاعة التايمر جوه الاي تي ميجا 16 وجوه بتاع التايمر 0 جوه الاي تي ميجا 16. ركز كده بالراحة، الريجسترات دي برضه اللي فيها القصة كلها، وهنعتبر احنا بنعيد شغلنا تاني. تايمر كاونتر كنترول ريجستر 0 او تي سي سي ار 0، وده الكنترول ريجستر اللي بيكنترول المود والتصرف بتاعة البنية بتاعة الاو سي بالنسبة لكل مود على حاجة. طيب تعال نشوف كده. اف او سي 0 اسمها فورس اوتبوت كومبير، ودي المطلوب منها ان لو ما حصلش الكومبير ايفنت انت بتحطها ب1 فياخد الاكشن بتاع الكومبير ايفنت نفسه. يعني مثلا لو انت كنت شغال بسي تي سي مود والاكشن المفروض كان يتاخد ان البنايه بتاعت الاو سي توجل نفسها، فهو لو انت مثلا الكومبير ده عند رقم عدى رقم مثلا 60 وانت لسه لحد رقم 20 ممكن تحط ب1 فيتوجل نفسه عند عدى رقم 20. طيب دبليو جي ام 00 ودبليو جي ام 01 وهم دول اللي بيتحكموا لي في المود اللي انا هشتغل بيه. لو حطيتهم 00 فانت شغال نورمال مود، لو حطيتهم 01 فانت شغال بالس موديليشن فيس كوركت، لو حطيتهم 10 فانت شغال سي تي سي، لو حطيتهم 11 فانت شغال فاست بالس ويدس موديليشن. كوم 01 وكوم 00 ودولت هم اللي بيتحكموا لي في البيهافير بتاع البنيه بتاعت الاو سي اللي هي الاوتبوت كومبير على حسب كل مود. لو انت في نون بالس ويدس موديليشن مود، يعني انت شغال في نورمال مود او في سي تي سي مود، لو حطيتهم ب 00 فانت شغال نورمال بورت اوبريشن، لو حطيتها ب 01 هتتوجل نفسها عند الكومبير ماتش، يعني هتقلب نفسها لو ب 0 هتبقى 1، لو 1 هتبقى ب 0. 1 0 هتكلير نفسها عند الكومبير ماتش، يعني هتبقى ب 1، تكلير نفسها مره وشكرا، هتفضل ب 0 على طول. 1 1 هتسيت نفسها عند الكومبير ماتش، يعني لو هي ب 0 هتقلب نفسها تبقى ب 1 وتسيت نفسها تبقى ب 1 على طول. خلي بالك من حاجه، البنايه بتاعت الاو سي 0 دي عشان تبقى فعاله لازم الدي دي ار بتاعها الداتا دايركشن ريجستر بتاعها اللي هو في بورت بي تقريبا لازم يكون بواحد علشان تقدر تشتغل. لو انت شغال في فاست بالس ويز موديليشن مود ف 0 0 يبقى انت شغال نورمال بورت اوبريشن، 0 1 ده ريزيرفد، 1 0 ده نون انفرتنج مود، 1 1 انفرتنج مود. لو انت شغال فيس كوركت 0 0 نورمال اوبريشن و 0 1 ريزيرفد، 1 0 ده نون انفرتنج مود، 1 1 انفرتنج مود، وهتلاقي الكلام المكتوب زي ما شرحناه بالظبط. البري سكيلر الكلوك سيلكت 0 2 0 1 و 0 0 دي اللي بتديسيبل التايمر اصلا لو انت شغال 3 اصفار او بتقسم على 1 يعني الاند كومب 1 او بتقسم على 8 او على 64 او على 24 او 56 او بتديسيبل فكره التايمر اصلا وتشغل الكاونتر من بره البري سكيلر على الاكسترنال تايمر 0 بن لو انت شغال فول انجيج او رايزنج ايج. تايمر كاونتر 0 ده الريجستر اللي انت بتقرا منه اصلا الداتا عشان تعرف انت في العد رقم كام، والاوتبوت كومبير ريجستر 0 ده اللي انت بتحط فيه الكومبير فاليو بتاعتك. ناقص اخر تو ريجسترز، تايمر انتربت ماسك ريجستر، تايمر 0 جواه تو انتربتس، واحد عند الكومبير ماتش، واحد عند الاوفر فلو. يعني انت مثلا لما يحصل كومبير ماتش ايفنت لو انت شغال سي تي سي مثلا ويوصل ان الفاليو بتاعت التايمر تساوي الفاليو بتاعت الاو سي ار ساعتها هيعمل انتربت. تاني عند الاوفر فلو لما التايمر يبدا يصفر نفسه بعد كده برضو ده اللوكال انيبل بتاعه، وبالتالي برضو هتلاقي له الاثنين فلاجز بتوعه في التايمر انتربت فلاج ريجستر. طيب تعال نشوف البروجكت كده مع بعض. كل الحكايه ان انا عندي بوتنشيوميتر، هنقسمه ان ده حاجه زي التمبريتشر سنسور كده، وظيفته ان انا كل ما اعلي الفولت اللي عليه كل ما يدرايف لي يسرع لي سرعه الموتور، كل ما اقلل الفولت اللي عليه كل ما احركه شمال يعني كل ما يقلل سرعه الموتور. طبعا مش هجيب موتور واحطه، بس انا هحط عشان تبقى الدنيا ملاحظه شويه، هحط هنا اوسيلوسكوب يتفرج لي على الديوتي سايكل اللي طالع. تعال نشوف كده ازاي. بص كده دلوقتي انا قافل البوتنشيومتر على الاخر، فالاوسيلوسكوب مطلع زيرو على الشانل بتاعته. كل ما هبدا اعلي في البوتنشيومتر كل ما الديوتي سايكل عماله تزيد. اهو تعالى كده نعلي الدنيا شويه عشان تبقى لنا اكتر. اهو كل ما بعلي اكتر كل ما الديو سايكل بتوسع مني اهي، اهو لحد ما بوصل لحد الاخر هيبدا يقفل هادي خالص. هتيجي تقولي طيب احنا عملنا كلام زي ده ازاي؟ اهو نبدا نقلل تاني هيبدا يفك مني عادي جدا بالطريقه دي، تقلل او تزود سرعه الموتور. هتيجي تقول لي هنعمل ده ازاي؟ هقول لك تعالى نشوف. اولا عادي خالص نفس الفانكشن اللي عملناها قبل كده للاي دي سي عشان بتقرا منه مش هنتكلم فيها تاني. بانيشالايز
الريجسترات بتاعتي لازم الدي دي ار بي بتساوي 0x08 او 31 على البتايه بتاعت بورت بي 4 او اسف بورت بي 3 علشان هي دي اللي عليها الاو سي 0 بن. خلاص بقى اظبط التايمر بتاعي في ريجستراته بحيث ان هو يكون شغال على السيستم كلوك، شغال على 1 ميجا فريكونسي، يعني البريس كيلر بتاعك بواحد لان شغال فريكونسي 1 ميجا، شغال فيز كوريكت بالس، فيز كوريكت بالس موديليشن التوب بتاعه 0xFF، وشغال نون انفرتنج. كنت انشالايز ريجستراتك بالمنظر ده وتنشالايز ريجسترات الاي دي سي زي ما عملناها قبل كده، وكل الحكايه ان انا بقول اقرا الاي دي سي عم هيرترن الاي دي سي هاي، حط لي الفاليو دي جوه او سي ار 0 بس كده. كل ما الاي دي سي هاي تزيد كل ما الاو سي ار 0 تزيد كل ما دي سايكل تتغير، كل ما الاي دي سي هاي تقل كل ما الاو سي ار تقل كل ما الاي دي سي اسف ما الدي سايكل نفسها هتقل. احنا كده خلصنا الكورس. انا خلاص ما غطيتش كل حاجه داتا شيت معلومه، يعني محتاج ان اقصد ان انا ما اعملش كده، محتاج انك تعمل بروسيس كتيره، شوف افكار على اي في ار فيكس، حاول تنفذ افكار، اقرا داتا شيتس كتير قوي، اشتغل، ولو في حاجه وقفت ارقام تليفوناتي موجوده ممكن نتواصل مع بعض. انا كده خلصت الكورس خالص، واتمنى ان انا اكون فعلا افدتكم. شكرا.